مشاهدي قناة شوف تي في، مساء الخير من إقليم الجديدة، وبالضبط كنتواجدوا في جماعة أولاد حسين، وبالضبط من دوار أولاد ترية، بحيث كيتواجد هذا الراجل اللي أمامنا اللي عنده 80 سنة في العمر ديالو، ما عندوش وليدات مسكين، عنده هاد الزوجة ديالو هي اللي كتمحن معاه، هي اللي معاونة معاه، هي اللي كتجري معاه مسكينة، هي اللي واقفة في جنبه. هو مسكين عنده غير عوينة واحدة، عين ما عندوش كما كتشوفوا، ظروف اجتماعية قاسية جدا، ما عندوش مسكين لا باش يعيش ولا باش ياخذ دواء، عنده أمراض مزمنة لا هو لا الزوجة ديالو، خاصهم الدواء، ولكن مساكن ما عندهمش باش يشريوه. الآن هما كيطلبوا الجمعيات وأصحاب القلوب الرحيمة باش يتعاونوا معاهم ويساعدوهم ويقدموا لهم يد المساعدة على الأقل باش ياخذوا الدواء ديالهم، لأنه عنده مسكين 80 سنة، هو من مواليد 1942، وكيقول بأنه عنده كثر غير ما كانش مصايب بالوراق قبل. غادي نعطوه باش يتكلم لنا مسكين ويحدثنا على الحالة الصحية وعلى الوضع ديالو الاجتماعي والظروف ديالو القاسية. خود خود اتكلم الو اتكلم تتكلم اوي قول شنو عندك؟ عندي يا خويا مريض ديال العين، ما عنديش باش نعيش، نادي الزوجة ديالي راني عايشة مع الجواد، كنسعى الله والجواد وعايش معهم، ما عنديش باش نشري ذوق من وجود الله، ونطلب الله يستر باقي بخير. العوينة ديالك مالها؟ كيفاش وليتي بحال الكروري؟ العوينة خويا كانت هي خالة خناق وحيدتها، حسنت وجهي وانا نزرع في الزيدوار، وجات عدوية، عدوات ليا كانت ليا الحم، كانت ليا الشفار، كانت ليا الحاجب. مشيت عند الطبيب في الدار البيضاء، قال لي العوينه ماتت، تحيد العوينه غتصح، ما تحيدش العوينه غادي يطلع لك المرض المخ وغتموت. قلت يا سيدي ديت نبكي عليهم، قال لي علاش تبكي؟ قلت له نبكي على العوينه، قال لي العوينه ما تبكيش على الصحه اللي غتحيد لك، حيد العوينه. قلت يا سيدي نحيدها، حيدوها ليا، وراني دوكا عايشان ان شاء الله وجواد ان شاء الله وخيركم وبركة ديالكم، الله يجزيكم بخير. دابا انت الدواء ديالك ما كتبقاش تشريه؟ لا الدواء ديالي ما بقاش نشريه. ما لقيتيش باش تاخذ الدواء؟ ما لقيت باش ناخذ الدواء، ما لقيت باش نعيش، المعيشة ديالي ناقصة ناقصة. يعني ما عندك لا ما تاكل لا ما تشرب لا باش تشري الدواء؟ موجود الله، موجود الله. لا حول ولا قوة الا بالله. لا دابا انت الطبيب ما بقاش كتمشي عنده، ما عندكش باش تمشي عند الطبيب؟ ما عنديش باش نمشي عند الطبيب. ما كتمشيش تشوف الطبيب باش يعاود يشوف لك العوينه ديالك؟ لا لا ما بقاش عندي باش نمشي للطبيب، ما عنديش فلوس، ما بقاش باش نمشي للدار البيضاء، ما عندي باش نركب، ما عندي باش نعيش. نمشي للطبيب ما بقاش يديها بيا ثاني بلا وراق، داك الوراق اللي عطيني الطبيب من الاولى وشاو ليا وهزهم دارهم الناق، ردهم الناق، اما باقي عندي دوك رشاو ما بقيتش تعرف هذه. شحال من عام ما مشيتيش على الطبيب؟ ست سنين. ست سنين ما بقيتيش تشتي الطبيب؟ ست سنين ما بقيتش تشتي عند الطبيب. يعني ما بقيتيش عرفتي راسك اشنو عندك الحاله الصحيه ديالك، ما بقيتيش عرفتي اشنو واقع لك دابا وشنو عندك؟ والله اعلم، العوينه باقا حيه ليا كدوز ليا. وحده؟ وحده. والاخرى ما كايناش؟ الاخرى ما كايناش. حيدوها. حتى الاخرى اللي كاينه راه ضعاف، عندها الشوب بزاف. راني وليت نشوف بالليل ما نقشعش. ما يبان لك والو؟ ما يبان لي والو بالليل، دار قبل الشمس صافي ما تبان لي حتى حاجة. نجمد. عطيها للزوجة ديالك باش هي تتكلم معاك. هاد الراجل ما عند والو، ما يكتم ما يحلاه. عنايا اللي كاينة بين ندور ويمشي يطلع ويجيب وصافي. اللي طلبها كاين نمشي نشري ليه دواء ونشري ليه باش نداوي ليه عينه ونداوي ليه الجرحة في عينه. ست سنين هادي باش حيد العين. ست سنين هادي باش حيد العين. وما بقاش يمشي على الطبيب. ما بقاش يمشي على الطبيب، الوراق خسروا الوراق خمجوا، ما بقى فيهم ما يتشام، ما بقى فيهم ما يتنظر. ما بقاش بغا يديه، ما بقاش بغا يمشي. تقريبا شحال من سنة كنتي مزوجة بهذا السيد؟ ورا بقى هذيك صغير، ورا هذيك الدرجيرة فينا شي 40 عام. 40 عام وانت مزوجة؟ 40 عام وانا مزوجة به. ما عمركم اختلفتوا ديما؟ لا لا ديما مساعدين، عمر ما تخاصمنا، عمر ما. الحمد لله. الحمد لله، الحمد لله. انتم ناس مزيانين. الاخطاء في هذه العوينة هي اللي راها ضعفتني ضعفات ورحنا كنت نبيع ونشري. كان نبيع ونشري.
مع الغليمي هكا كنبيع شريه السلعه. السلعه السلعه شمن سلعه كنت كتبيعو؟ الباكيه. كان يعطيه الغليمي ويديع معاه، بلي يدير ياخذ فلوسه والربح يعطيه لي. صافي. ملي كنت صحيح هادشي. ملي كان صحيح. ملي مراتي ما بقيتي تخدم. ما بقاش. مراتي ما تجيش نقشها حتى فين غادي وفين جات. وصافي وليدي الكاين واحد. جوج 10 كيلو ما تجيش 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 هذاك تبي 10 كيلو. نعم. 10 كيلو ما تلاقيش مجيز هاد الملاك تبي. ما بقيتيش قلت لا توق لا والو. لا والو. راه السن ديالك الوالد 80 عام راه ماشي ساهله راه تبارك الله 80 عام. 80 عام وما زاد عليها راه 80 عام ها باش درت لاكارت. يعني و... اكثر. لا عندي اكثر. راه الان نول قبل لاكارت راه عندي واحد 15 ولا 20 عام. عاد درت لاكارت. عاد درت لاكارت. راه دوزت فيها 80 عام. دابا الحاج كطلب الناس المحسنين باش يتعاونوا معك. ان شاء الله. لا سخر الله. هادشي اللي كنتمناو. كنتمناو من الله ومن المحسنين ومن الجمعيات ومن اصحاب القلوب الرحيمه كما شفتوا. هاد جوج ديال الناس يعني الزوج راجل مسن عنده 80 سنه. هذه الزوجه ديالو حتى هي إنسانة مسنة مزوجين هذه 40 سنة كما سمعتم ما عمر كان الخلاف بيناتهم ما عمرهم تخاصموا ما عمرهم تناقشوا يعني كانت عشرة بيناتهم مزيان ولكن تمشوا الأقدار يعني كان تصاب مسكين في العوينة ديالو ومن ثم تحولت حياته رأسا إلى عقب وأصبح كيعيش يعني محن كرفس ما عنده لا باش يشري الدواء ما عنده لا باش يمشي للسبيطار ما عنده حتى شي حاجة فكنتمنوا من الله يعني الجمعيات والمحسنين واصحاب القلوب الرحيمه يتدخلوا ويساعدوهم ويعاونوهم في اقرب فرصه ممكنه لانهم كيظرفوا يعيشوا ظروف اجتماعيه قاسيه جدا. الحاله اللي شناهم فيها مساكن فهي حاله مزريه حاله تدمي القلب ناس مكرفسين محنين كيعيشوا شي حاجه اللي تحت من الفقر شي حاجه اللي يعني كثار من الفقر. ففي انتظار تدخل المحسنين والجمعيات باش يعاونوه وباش يساعدوه وباش يكونوا في جنبه استودعكم.